هدول طلعوا 4300 ليرة، معك غيرهم شي؟ الله وكيلكم ما حيلتي غيرهم، وإذا بتعملوا معروف خذوا 4000 واتركوا لي الباقي لبين ما أدبر حالي. لا حبيبي، ما راح نروح لناخذ كامل حالنا. مرهوم شوف لي هالكراكيب قديش بتسوى. لك شو بدهم يسووا؟ ما بيسوا شي. شوف لي هالسخانة بتسوى لها شي 500 ورقة. منيح، بصيروا 4800. وهي المسجلة شو بتسوى برهوم؟ ولي على قامتها شو بدها تسوى؟ هي وشرايطها يا دوب 400 ليرة. يعني صاروا 5200. طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم مشان الله. وين اخذتوا المسجلة؟ عن قليل اتركوا لي الشريط اللي بقلبها. هذا الشريط غالي علي كثير. حبيبي بلا عليك مصدي هلا، برهوم هي الساعة شو بتسوى؟ ما بتسوى شي، حطها على البيعة. أصلا ما في أرخص من الساعات هالأيام. طيب اتركوا لي إياها، إذا كانت رخيصة ليش عم تاخذوها؟ وهي الكتب شو بتسوى؟ لا لا لا، الله يخليك، كل شيء إلا الكتب، بترجاكم تتركوا لي إياهم. تكرم عينك، يا سيدي رح نترك لك ياهول، مو مشان شيء، لأنه مو ناقصنا كركبة. هاي تركنا لك ياهم، لسه عندك شيء؟ شو بده يكون عندي يعني؟ هاي البيت قدامكم، فتشوا على كيفكم. ما ضل عندي شيء. ماشي الحال، راح نسامحك، بس على شرطها. معك مهلة ساعة لتخلي البيت وترحل. وإذا منرجع بعد ساعة ومنلاقيك هون لا تلوم إلا نفسك، فهمت؟ امشي عدنان، امشي امشي، هذا الأغراض لإلا يلعن أخت الساعة اللي أجرنا فيها البيت. قسما بالله العظيم لو ما تكون أكبر منا لكننا عملنا جلدك دربكات. لك هلا شو بدك بالحكي؟ امشي خلصني. بدي يرجع بعد ساعة لقيت مختفي. سمعت شو قال؟ بعد ساعة، مو ساعة وخمس دقايق. فعلا أنا مو لازم أقعد هون دقيقة واحدة. خلاص حوفت، ما عاد إلي خبز بالشام كله، لازم أرجع على الضيعة. آخ، كل الحق عليي أنا يلي تركت ضيعتي وأرضي وأجيت لهون. لو كنت لساتني بالضيعة عم أزرع شقفة هالأرض اللي عندي، ما كنت تبهدلت كل هالبهدلة. هالمدينة هي ما خلقت للناس اللي مثلي. بالفعل يلي بيطلع من توبه بيبرد، وأنا بردت كتير كتير، بردت. أنا بردان من جوا، بردان بردان والله بردان. ليشك أنا بردان؟ مع أنه الجو دافي. منيح اللي تركوا لي هالجاكيت. وهلأ شلون بدي أقطع تذكرة وأنا ما معي مصاري؟ والله ما بعرف، خليني أجرب. يعطيك العافية يا آنسة. علي الله يعافيك. بدي منك خدمة لو سمحتي. تفضل. إذا ممكن بدي أقطع تذكرة، بس ما لي حامل مصاري. ما فهمت عليك، شو عم تحذرني تحذير؟ شلون بدك تقطع تذكرة بلا مصاري؟ فعلاً يا آنسة أنا ما لي حامل مصاري، بس رح حط هويتي رهن عندك عربين ما أبعث لك مصاري مع سائق القطار. لا هيك صعب كتير، ما بقدر. بس يا آنسة صدقيني أنا مضطر كتير، وإذا بدك تطمني أكتر رح أترك لك هويتي عندك. آسفة يا أخ، ما بقدر أقطع لحدا بلا مصاري، ومن جهة تانية ما فيك تطلع على القطار من دون هوية. يعني ما في شي طريقة أقدر سافر فيها اليوم
ولو على ظهر القطار. آسف كتير ممنوع، رجال أمن ما بيسمحوا لك. بس أنا يا أنسة إذا بتريد لا تعطلني، الوقت ضيق، اعمل معروف. ماشي الحال أنسة. شكرا، يعطيك العافية. عدم المؤاخذة، هيك كتب ما بتمشي عندي بنوب. الله وكيلك، كلها كتب قيمة وبتسوى أكثر من السعر يلي طلبته منك بكتير. أخي ما اختلفنا، بس أنا عندي بالذات ما بتمشي وما لها سوق، لأنه المسافرين بالعادة بيشتروا كتب خفيفة ليتسلوا فيها بالطريق، مو مثل هي فخ العولمة، صراع الإيديولوجيا وما بعرف شو. يعني مين هالمثقف اللي جاي يقرأ صراع الإيديولوجيا بالقطار؟ بتعرف هذا صراع الإيديولوجيا يلي مو عاجبك بقديش مشتري أنا؟ ولك أخي إن شاء الله تكون شاريب 2000 ليرة، شو إلي علاقة أنا؟ طيب طيب، طول بالك علي شوي واسمعني، الله يرضى عليك. هات لشوف، سمعني. شو رأيك تاخد هالكتب هدول وتعطيني 300 ورقة حق التذكرة ووجبة أكل على الطريق؟ ما حذرت حبيبي بنوب، تفضل. لأنه أنا بصراحة مالي مستعد أدفع ولا نقلة. بقى تهون، الله يرضى عليك، وخلينا نتسبب عمي. طيب وينك أخي؟ تشتري هالساعة؟ لك أخي ما بدي اشتري شي، ما بدي اشتري شي. لك شو هالشغلة بالزور؟ لك أخي تهون وعيفنا أحسن لك، خلينا نعرف نشتغل بقى. طيب طيب لا يطلع خلقك، خلاص راح اتهون، ليش عم تعيط أنت؟ الله معك. طيب. ابو سمير؟ نعم شلالو. امتى رح تعطيني المدرسه اللي وعدتني تعطيني اياها؟ لك العمى بقلبك العمى، نقرت مخي بهالمدرسه. يا معلمي يعني عدم المؤاخذه، لا تفهمني غلط، يعني مشان ما اسالك مره ثانيه عليها، بصراحه خايف تكون اعطيتها لشي واحد ثاني. لا اطمن، ما اعطيتها لحدا. خلص تكرم عينك، السفره الجايه بتكون عندك. انبسطت هيك يا وقح؟ لا يعني معلم عدم المؤاخذة، يعني قصدي بركي هيك بلحق البسها يعني بالشتوية. حاكم معلم عم ببرد كتير، وخصوصا لما عم نسافر بالليل. خلاص تكرم عينك، إلك مني تكون عندك السفرة الجاي. لا 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 كتر خيرك معلم، ولو يعني بس عدم المؤاخذة ممكن تحط ساعتك بإيدك اليمين مشان ما تنسى. ولك العمل اللي ضربك ضرب، لك شبك استعتلت على المدرسة؟ شو مفكرني عم بكذب عليك يعني؟ لا لا معلم عدم المؤاخذة مو هذا القصد. لك روح اعمل شاي لك، روح حاجتك بقى. انا نخرت بدني، الله ينخر بدنك. على عيني معلم، احلى كاسه شاي لاحلى معلمي ابو سمير. شو هالبردات، بردان. ها هو الخريف،
قد أوشك أن يولي، وسائر الأشجار ما زالت كئيبة عارية من أوراقها، والأرض موحلة عصيرة المسالك. ثم تراءت عن بعد طبقة من الضباب ليست كثيفة، وأخذت تعلو سطح مياه النهر، وأخذت النسائم الباردة تهب برفق، ولكنها لبرودتها تلسعك الصوت. شو البردات؟ ولي شو ها؟ يخرب بيتي على الحملة اللي عملتها لحالي. لك شو شو عملت في حالي أنا؟ الجبل عندها؟ لا عم شو ذكرك فيها؟ لا شو عم بقول لحالي؟ يعني بركي انت مليت منها او ما بدك اياها، يعني مشان عدم مؤاخذة رازولا. لك بدك تورطني بالحياة انت؟ يخرب بيتك شو ما بتشبع ولا بتزوق؟ لا مو هذا القصد معلم، بس انا فكري يعني اذا صب شاي هلا وحاجتك اعلام، صب حتى ندفي عظامنا. حاضر معلمي، تفضل دفي عظامك دفي. معلمي قديش بدنا لنصار؟ باقي لنا 3 ساعات لحتى نصار. طوال الأيام الماضية كنت أجد في البحث عن موضوع مشوق أتناوله بقلمي كي يدفعني نحو عالم الشهرة، وها أنا ذا الآن أكتب عن أقسى محنة ممكن أن يتعرض لها إنسان. يا لسخرية القدر، هذا القدر الذي اختارني لأكون وحدي هنا في الثلاجة. ها قد بدأ الخدر يتسلل إلى أطرافي، وأشعر بوخز كالإبر على جلدي. أنا أسير نحو النهاية لا محالة، فأنا لا شك هالك في هذا القبر الجليدي. أسمع عجلات القطار وكأنها تسوقني نحو المصير الذي لم أكن أتوقعه. يا للخيبة، لم أشعر بحياتي كلها بالمرارة كتلك التي أشعر بها الآن. أحس بأن أفكاري قد بدأت تتجمد، وربما بعد قليل لن أقوى حتى على الكتابة.
الآن قد تخدرت تماما وتغلغل الألم إلى عظامي. أشعر بأن البرودة تزحف نحو نخاع الشوكي. لا أعتقد بأني سأستمر في المقاومة. لم أعد قادرا على الإمساك بالقلم. أشعر بأن شبح الموت يقترب مني رويدا رويدا. أذكر كم ضحك رفاقي مني حين أخبرتهم مرة أنني أشعر بالبرد لمجرد وقوفي أمام ثلاجة المنزل. إنني لم أحب الشتاء يوما، وها أنا الآن أموت متجمدا في ثلاجة لحوم كدجاجة بائسة. لم أعد أشعر بالألم. كم كنت أتمنى أن أموت في فراش دافئ. قديش بده القطار ليوصل يا أخ؟ شي 5 دقايق إن شاء الله بيكون. أنا سائق القطار لشأننا شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه بدي أفهم شلون طلع على القطار بدون ما يشوفوا رجال الأمن. الله يرحمه ويغفر ذنبه. لك إنه ما عجبه يطلع غير بغرفة البراد. لعما شفت كيف كان مجمد ومقرمد. لك حتى لونه صاير مثل التلج. يلا يا شباب يلا خلصونا بدنا نشوف شغلنا. يلا شباب يلا بسرعة شباب، ضوء القطار بسرعة بدنا نمشي. حرك يلا حرك عندك معلمي. نعم شلالو معلمي. انت نسيان انه البراد معطل وفاكين العازل تبعه؟ يا عمى مظبوط. ايه يا معلمي، مو مبارح اجوا الشباب وفكوا الموتور تبع البراد واخذوه على التصليح لانه احترق؟ لك صحيح، لكن شلون مات الزلمه؟